من نوري خمسين وما
انت بتمتحن؟ كلمة ما فهمش منه حاجة. قل لي الألوان عند عباية إيه؟ خف الجمل لأول مرة فرصة كبيرة. بيع خدناها بالمزاد العلني عالة. عرضه غالي بأكثر من 12 مليون. انا بقول انت عايز تحسب ايه لازم يكون ماشيين كده يا اسطى عايزين دول يا اسطى انتوا عاملين بس شكرا والله العظيم كل هذا
انا عايزه هبعت له ابعت له تمام لا صلاه محمود 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 انا انا كنت واثق ان انت كان نفسك تشتغل في الخشب وفي المقطع يا اختي فاتمنى انا كبير يا